Assalamu alaikum, brothers and sisters. Today we are going to read Surah Mursalat, which is in the second juz. So let's begin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal mursalati 'urfa. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت وإذا الرسل أقتت لأي يوم قتلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلق من ماء ألم نخلق من ماء مهين ألم نخلق من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين فجعلناه في قرار مكين إذا قدر معلوم إذا قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب لا ظليل
ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ إن المتقين في ظلال وعيون إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وإذا قيل لهم وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ فبأي حديث بعده يؤمنون فبأي حديث بعده يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عسفا والناشرات نشرا فالفارقات فرغا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم دمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصبت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت يوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إذا قدر معلوم
فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامقات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ذل ذي ثلاث شعاب لا دليل ولا يقني من اللهب إنها ترمي بشرر كالغصن كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في دلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إن كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت فإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت ليوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إذا قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامقات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين
انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثواب ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرع قلقص كأنه جمالة صف ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين فإذا هذا يوم لا ينطقون هذا يوم الفصل جمعناكم هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعلمون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون لا تفتري هبنا سورة مرسلات